رح نفتتح اجتماعنا اليوم بالموضوع الأول وهو إعادة حفر الحوض الرابع بمرفق بيروت واللي كانت حكومة الرئيس تمام سلام ردمته سنة 2015. حدا منكم يا حضرات الزملاء الوزراء عنده اعتراض على إعادة حفر الحوض الرابع بعد 40 سنة من ردمه؟ أبداً، وأنا بعلن موافقتي. وهيدا توقيعي على العريضة، قصدي على العريضة. وأنا هيدا توقيعي. يا سلام، كل شي تمام. أنا أكتر شي مبسوط إنه إعادة حفر الحوض الرابع رسيت على نفس الشركة اللي ردمته من 40 سنة. أوه شو حلو. وهذا أمضايت تفضل. أولك منلحس إصبعنا مثل ما لحسوا زملائنا من 40 سنة. مفروض هيك عالطالة أو عالنازل نلحس إصبعنا. بعد بدنا توقيع وزراء الأحزاب المسيحية، أولكم رح يعترضوا على إعادة حفر الحوض مثل ما اعترضوا على ردمه سنة 2015؟ لا لا لا، ما بظن اصلا ما عندهم وقت ليعترضوا، لانهم هالفتره مركزين على موضوع ملء الفراغ الرئاسي ببعده. الله يلهمهم ويتفقوا على شيء اسم. 40 سنه بلا رئيس كتير، خلينا نصليهم طال الله يلهمهم. يا رب تلهمهم يا رب، يا رب تلهمهم يا رب، يا رب تلهمهم يا رب.